مالك يا تامر في ايه؟ عايزين من الدنيا. ليه يا تامر؟ ما عادش في صاحب ولا واحد جرع. بص بقى، انا بدي اقول لك على حاجه وحطها حلقه في ودانك. لو انت صاحبت ثلاثه او ثلاثه اصدقاء او اصدقاء ولقيت فيه ثلاث، لقيت فيه ميزه من الثلاث مميزات دولي، امسك فيه باسنانك وعلقه في رقبتك، اوعى تسيب الصاحب ده. بص يا تامر، بدي اقول لك على حاجه. اول حاجه، في صاحب هيصاحبك عشان خاطر سلطتك ومالك، واعمل حسابك اللي هو يفضل يرن عليك كتير جدا، عشان انت بالنسبه له ويوصل للهدف اللي في دماغه، وده صاحب من اصحاب المصلحه، ده بدعمه، فاعرف فرصه ممكن يبيعك، ولو بيع احسن منك ما عادش هيكلمك، ودي ما ينفعش صاحب. اما يا تامر الصاحب التاني، لو انت عندك افكار وذكي ودماغك حلوه زي ما انت شايف كده، هياخد منك افكارك، وقدام الناس هيبين نفسه اللي هو صاحب الافكار، وكده خد منك افكار، يبقى انت بالنسبه له كوبري. هقول لك على حاجه. بص بقى، كان في واحد اسمه علاء الشبراوي. علاء الشبراوي ده كان بيعمل حاجات كتيره جدا يا تامر، وما كانش في حد بيعرف عنه حاجه، وكان بيعمل حاجه مفيش حد يعرف عنه حاجه. ففي يوم من الايام عمل مصلحه لواحد، فيجي الواحد ده لبس جلابيه قدام الناس بيقول انا عملت وسويت ورحت وجيت، ونكر جميل علاء الشبراوي. فجه يوم من الايام واحد في وسط الناس، وكان الناس كتيره جدا، قال له اقف 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 عن كلامك، انت عمال تقول انا اللي عملت انا اللي عملت، انت نكرت الاستاذ او علاء ده هو السبب في اللي احنا فيه، بتنكر تعب واحد زي كده. وشه قلب احمر وازرق، وما عادش قدام الناس، ما عادش له اي حاجه خالص. يا تامر اعمل حسابك يا تامر، اي واحد هيعمل الحركه دي في يوم من الايام هيتكشف، والناس هتعرف حقيقته ايه. اما حاجه واحده كمان يا تامر، وهي الميزه الثالثه، لو لقيتها في الصديق ده جمد فيه بايدك واسنانه، في عز الزنقه هتلاقيه جنبك، في عز البكا هتلاقيه جنبك، في عز الهم والغم هتلاقيه جنبك، مش عايز منك حاجه، لدرجه ممكن هو يديك من صحته عشان انت تكون مبسوط، وهيساعدك وهيقف جنبك، مع ان هو ممكن امكانياته تكون ضعيفه وما عندوش فلوس، بس هيساعدك ويقف جنبك. هو ده الراجل والصديق. الرجوله والصداقه افعال مش لعب عيال يا تامر. فالميزه الثالثه ركز عليها قوي، ما تصاحبش اي حد، لا تفضل طول عمرك كوبري. الناس خلص مصلحتها وتعدي. الصاحب الجدع الراجل في وسط المحنه هيقف جنبك، هياخد يعني هيطلع من معاه ويديك، مش هياخد منك. خلاص يا تامر، الرجوله افعال والمواقف افعال مش كلام يا تامر. سلام، يلا عشان نتمرن، يلا.